نص نهار و15 دقيقه. مرحبا بكم الناس الكل وين ما كنتوا تسمعوا فينا. اش قولك فتحي في ضربه قفله اللي قفلتها بيدي؟ اي بيدك و بعد المنوبيه. هاي هي فتحيه، هاي هي فتحيه، خاطر نبداو اسمع وفلت. اسمع وفلت. يا سيدي جنا بداو بالكوميدي زين العابدين المستوري اللي هاجم الإعلامية بيا الزردي بعد تشبيه فريق برنامج اضحك معنا اللي يتبث على قناة التاسعة سامحوني في الكلمة بالكلاب، هي شبتهم بالكلاب. ووضح المستوري خلال استضافته في برنامج ستار تايم في اي اف ام انه كان بالامكان مقاضاة بيا الزردي، وقال القانون فوق الجميع الا بيا اكبر منه بعامين. فهمت هالجملة؟ لا. قال القانون فوق الجميع إلا بيا أكبر منه بعامين، معناها أكبر من القانون بعامين، يقصد في كوتي عمر، معناها وقت اللي جاء القانون ديجا بيا موجودة برشا عندها قدي، هذا ايش يقصد هو. وقال ما يحق ليش إن علش العامين هو جاب هكيك الوصف. قال ما يحق لهاش وصفنا بالنعوت هذية خاطر أبدينا رأينا فيها. وقال إنه فقر فما معناه فقرة في برنامج أضحك معنا نعرضوا فيها مقاطع فيديو المشاهيرة على تيك توك، وقلنا إنه الفيديو ما فيديوهات التابتون بيا ما يليقوش بها، الشيء هذاك مش متاحة وما يعجبنيش التيك توك اللي تعملوه هي، وما تنجمش تحاسبنا على حرية التعبير. هما خطر علقوا على الفيديوهات تيك توك متاحة، قالوا ما يعجبنيش ومش متاحة وما عنديش الحق تزيد تحاسبنا هي على حرية التعبير. هي ردت في يا أخي ردت قالت عليهم كلاب، أي في إيميشن قالت لا عيب الكلمة ثم كلام ما يتقالش، معناه كما حد نقدك تنجم تعلق ولا ترجع الكل، أما ثم كلمات زاد نزمنا ننتقيهم. هي بيا الزردي ما تحملش النقد، ما لازمكش تنقدها، تنقدها ترجع أي، وهي ما تحبش كل ينقدها هي، لكن لازمك تقبل منه ومنه. ولفات أنك موجودة في الأضواء ستار كسوة رجل وإلا مرأة، راو لازمك تتقبل ثم شكون باش ينقدك وثم شكون باش يشكرك، مثلا حتى حد باش يكون حتى انسان من نجم يكون الناس كلها راضين عليه 100% والا كارهينه 100%. فوالا هكا ثم هكا، فوالا كيما نحنا هنا من فما شكون يعجبوا لي ميسيون تاعنا، فما شكون ما يعجبوش، معناها هما احرار اللي ما يعجبوش نقول لهم لا علاش ما تعجبونيش، ويا اللي بيكم ويا اللي عليكم صفتكم. كل واحد هذه حريه حريه الراي، حريه التعبير، كل واحد يعبر على اللي يحبه اما باحترام. هاوكا انا من جو دي باس با مي ليميت وانا ننقد فيك، وانت زادة تحب ترجع لي رجع، اما تو دي باس با تي ليميت. وحاجه اخرى زين تحط شعب شاد نهار كامل تحس عليه شنو قال شنو ما قالش، سواء قالها عن قصد والا عن غير قصد، واللي مركز معاه في اقل الكلمات. فوالا سينو شنو نتعداو للفنان التونسي اكرم ماج اللي وضح أنه تعرض في بداياته لنقد كبير بسبب تأديته الأغاني باللهجة الجزائرية. قال أنه فما برشا فنانين نسجوا على المنوال ذاك وغنوا باللهجة الجزائرية، واعتبر أنه تونس وتزاير شعب واحد وجزء لا يتجزأ. قال زيدا وقت اللي استدعاه في برنامج كورنيش في موزايكا فام أنه للفنان زوز طرق للنجاح، يا إما دخول التاريخ وإلا دخول دار فلان وفلتان، وقال أنا اخترت دخول التاريخ، هذا وفق تعبيره هو. وقال أنه المشاركة في المهرجانات التونسية يتطلب تدخلات عديدة، وأنه ما تلقاش حتى دعم من حتى طرف معناه في إنتاجاته الفنية. وقال أنه ما يراش أنه من حقه الحضور مستقبلا في المهرجانات التونسية. وقال زيدا أنه ما عندوش برشا أصحاب في الميدان الفني، قال فما حرب وناس تحفر لك على خدمتك. للأسف الشديد كيجي هو كلام كيف من هكا ساعق بكل شيء. أنا أكرم ماج نحب صوته برشا في الأغاني، نحسه قريب للغناء الجزائري أكثر من التونسي، صحيح عندك البحة هذيك المزيانة اللي ما ساعات عباد راهي تصنعها تصنيع على البحة هذيك، دونك حاجة بلوس أنه فنان ينجم يغني أكثر من ستيل وينجم يغني التونسي كما ينجم يغني الجزائري. والمشكلة متاع أنا قاعد أشوف فيها العوامل الأخرانية السحرب الحق نفس خطر نفس الوجوه تاع الفنانين هما نفسهم موجودين في مهرجانات ولا في حفلات قاعدين، معناها توا في الحفلات في تونس
عندك أربع خمسة من الناس هذوكم هما هذوكم هما أي أي حتى على الفيسبوك تحل تلقى في وتلة وإلا في ما نفس في مهرجان خاصة نفس الوجوه هذوكم هما بيدهم يتعاودوا وين ما تمشي تلقاهم فلانة الفلانية هذاك وستيل معين زادا أي يا أما بالمعارف يا ما فهمتش ولا يخدموا في بعضهم يخدموا في بعضهم للأسف الله غالب هذايا اللي ما لازمش يصير مفروض انه يكون مثلا مهرجانات وسناء عاد برا المهرجانات تليو سناء لكرتاج للحمامات مع المهرجانات الخاصة فقط موجودة دونك شو يصير أزمة سناء بالنسبة للفنانين وما صارت قدامي مرة معناها كما نقولوا احنا فنانة قالت انا ما نطلع ما نجي للوتيل الفلاني الا ما طلعوا معايا الفنان الفلاني وفي اون كونتر بارتي هو كي تجي خدمه يقول ما نطلع في الاوتيل الفلاني كان ما نطلع معايا الفنانه الفلانيه لهنا اللوم انا منظمي الحفلات ومتعهدي الحفلات اللي يقبلوا بالحكايه كيف من هكا ولا عيب صحيح. برشا سينو باش نتعداو استجابه وزاره الداخليه في مصر للشيء اللي نشرته هنا الزاهد تعرف الممثله المصريه هنا الزاهد فتحي مزيانة اللي شعرها اصفر و كل باربي صحيت هذيك هنا الزاهد نشرت تصوير عصب في حسابها الشخصي موقع الانستغرام مكتوب فيها استجابة سريعة من وزارة الداخلية تم تحديد وضبط السيارة وقائدها ومستقليها صحبة قائدها ومواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية وعلقت قالت على التصوير الحمد لله رب العالمين شكرا وزارة الداخلية شكرا الشرطة المصرية نذكرك بالشرطة صار فتحية هنا زيد مرة شدة اثنية تمشي في الكياس في كهربتها بيان سور عملت فيديو ديريكت صورت فيه الفيديو ديريكت فما كما نقولوا هما يعيطوا لها عربية نقل احنا كالكمين الصغار معني فيها برشا رجال راكبين في الكرهبة ذيك قاعدوا يطاردوا فيها معني يجريوا في جرتها هي بكرهبتها ومرة يدبروا عليها على اليمين ومرة يدبروا عليها على اليسار قاعدين يتحرشوا بها ويقولوا في كلام صحيت ما يتقالش يا اخي هي حلت فيديو ديريكت وخرجت التليفون وصورتهم بكرهبتهم منا بوجوههم بعطاهم ربي من كرهبتها وهي قاعدة تسوق قالت في الفيديو وقت الرجال هذوما قاعدين يجري ورايا عندهم طو اكثر من خمسة دقائق وقاعدين يقولوا في كلام ما يتقالش وصفتهم زادة هي بكلام خايب وقالوا قاعدين معناها يقصوا عليا بالكرهبة متاعهم وكان من الممكن اني نتعرض لحادث مرور وقامت نصحت البنات بعدم السكوت على حقهم على خاطر يجموا ياخذوه فاسيلمون كي ما يوثقوا الحكايه ويتحرش فيكش بالتليفون كصور ما يهمكش الحمد لله ثم فيسبوك فوالا وقالت انا قمت بتصويرهم ومعناها وغطاوهم على محاله وجوههم وقعدوا بعدوا عليها كي شافوا التليفون اما هي ما خافتش وخذت حقها قانونيا وديجا وقفوهم الكل اللي في الكهرباء. باهي الحمد لله على سلامتها. فوالا. كانت هذه أخبار اسمعوا فلت اليوم. اسمعوا فلت.